خلينا نرجع لبيراميدز السنه دي، يعني هاجل بقى اليورو شويه وهنرجع للمقارنه بتاعتنا مره تانية لو عندنا وقت في اخر الحلقه، لانه المباراه دي انا شايفها هي اهم واصعب مباراه في البطوله السنه دي، مباراه الجمعه ان شاء الله يا احمد. اتفق معاك جدا يا احمد، مباراه قويه جدا امام منافس حقيقي قوي الموسم ده. بيراميدز الموسم ده اختلف عن السنوات السابقه، الموسم ده بيراميدز بيقدر يكسب وهو في اسوء حالاته، وده هنا بشوف دايما الفريق البطل اللي هو يقدر يكسب حتى وهو مش كويس. ودي حاجه مهمه جدا. فريق بيراميدز كمان استغل النادي الاهلي مشغول طبعا بدوري ابطال افريقيا، وكان كمان قبلها كاس العالم للانديه، كل ده ادى مساحه كبيره جدا لفريق بيراميدز ان هو يبتعد تماما بالصداره، وده خلى ان فريق بيراميدز خلاص بالنسبه له زي ما بلال قال دائما المكسب بيجيب مكسب، وشفنا ان بيراميدز حقق طبعا انتصارات كتير جدا متتاليه، وده خلى الثقه عند لعيبه بيراميدز بتزيد كل مباراه عن المباراه اللي بعدها. فاعتقد ان فريق بيراميدز الموسم ده اختلف تماما بالنسبه له بعد خروجه، وان هو كان متزايل ترتيب دوري ابطال افريقيا في مجموعته، خلى فريق بيراميدز خلاص ما بقاش بالنسبه له غير بطوله الدوري هي الشغل الشاغل بالنسبه لهم الموسم ده، وان هو ده الهدف ان هم لازم يحققوه. النادي الاهلي لما رجع طبعا بعد دوري ابطال افريقيا وبعد فتره توقف، شفنا النادي الاهلي اخذ كل مباراه كانها مباراه كاس، وده اللي حصل. النادي الاهلي قدر يحقق كل مباراه انتصارات، والمرحله دي فعلا مرحله مهمه جدا انت تحقق المكسب بغض النظر عن الاداء. الاداء لو جه، وده شفناه في مباراه الجيش اللي هي النادي الاهلي كسب فيها الماتشين بالظبط، الماتشين بتوع الجيش وماتش الداخليه أيه. شفنا النادي الاهلي بيقدم الاداء مع المكسب، وده مهم جدا جدا جدا. لا هو يعني هي مش قصه اداء ومكسب، هو ما قبل المرحله دي تحس انه الاهلي كان منهك مستنزف، في ضغط عصبي، في حاله اجهاد شديده جدا. يمكن اللي فرق معانا شويه اسبوع مباراه الزمالك طبعا. مباراه الزمالك اللعيبه بقت ظاهره فريش اكتر، حتى اللعيبه اللي جايه من بعيد، يعني خالد عبد الفتاح خد ماتش او اتنين، طاهر خد ماتش او اتنين، السوليه نزل ماتش او اتنين، وعبد القادر يعني انا مش عايز انسى حد، احنا كريستو دخل، طاهر كريستو دخل، رضا دخل، كل اللي دخل يعني حسيت انه كمان تألق وكانه يعني بيلعب من فتره. شفنا طاهر بيتألق في مباراه الجيش الاولى، وشفنا كريم فؤاد بيتألق. يعني انا بالنسبه لي مباراه الجيش الاولى النادي الاهلي حقق فيها المكسب 4-0 دي بدايه كريم فؤاد كباك ليفت. كريم فؤاد قدم مباراه كبيره جدا 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 في المباراه دي، وكريم فؤاد ناس كده ممكن ما كانتش تعرف كسب الرهان كولر على كريم طبعا فؤاد. طبعا كسب الرهان، وانا عايز اقول حاجه، او كريم هو اللي كسب كولر الرهان، كسب كولر الرهان لان كريم فؤاد كان بيلعب في نادي انبي باك ليفت، ولعب مع المنتخب الاولمبي كمان. خد بالك برضو اي لعيب هيجي يدخل ورا معلول هيبقى المقارنه صعبه، ضغط صعب. صعب جدا. لكن الولد الحقيقه اخر ماتش بالذات كمان انا قلت يعني خلاص اتحرر، يعني باك ليفت دفاعا وهجوما ومجهود وخطوره على المرمى وتفاهم وتناغم مع اي لاعب بيلعب جنب منه، قدم مستوى رائع طبعا. وكمان بقى بيعمل يعني بيصنع اهداف، يعني ده بشوف ان كريم فؤاد يعني في مكاسب كبيره جدا في الفتره الاخيره من الراحه اللي النادي الاهلي اخذها في مباراه الزمالك. كل ده اعتقد ساعد الاهلي ان هو يقرب اكتر من نادي بيراميدز، ومباراه يوم الجمعه دي مباراه اعتقد ان هي ما فيهاش حسابات، مواجهه قويه جدا 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 بين فرقتين. بشوف ان الفريق اللي هيبقى عنده اصرار اكتر والفريق اللي هيبقى عنده روح كبيره جدا في المكسب، ودائما يعني انا بشوف من وجهه نظري ان فرقه بيراميدز دايما فريق ما بيستحملش الضغوطات. ده بالنسبه لي فريق بيراميدز، وده اللي شفناه في السنوات السابقه. بيراميدز كان من وقت من الاوقات من سنتين تقريبا كان قريب ان هو يحقق بطوله الدوري، لكن لما قرب منه كان ساعتها نادي الزمالك هو اللي بيقرب منه، ومباراه ما بينهم كانت فاصله، خسر المباراه وخسر بطوله الدوري. هل الموقف يتكرر؟ انا بشوف ان هو بنسبه كبيره يتكرر الموسم ده. فريق بيراميدز وقت ما النادي الاهلي بدا يقرب بيقدم اداء كويس واداء وبيكسب، اخر مباراه كسب نادي الاتحاد السكندري بنتيجه كبيره، لكن النادي الاهلي موضوع مختلف. النادي الاهلي دي بطولته المفضله، وهنا الحسابات تتغير تماما. لا، ومكسب الاهلي يقربه، انت داخل مباراه بدوافع انه مكسبك يقربك بشكل كبير، ويحرم بيراميدز من 3 نقاط في توقيت صعب جدا، ويحطهم تحت ضغط اكتر. فاعتقد هو ده. وبيراميدز فاضله 7 ماتشات منهم 2 بس مع الاهلي، خساره 3 نقاط قدام النادي الاهلي في المواجهه الاولى بتاعت الجمعه تصدر ضغوطات او ضغوط كبيره جدا على فريق بيراميدز.